احنا اول ما خلصت السيزن اللي فات كابتن ياسر كلمني وقال لي ان احنا يعني انت مضيتي ولا في الزمالك وكده، قلت له لا لسه وكده، فقال لي طب احنا عايزين ننزل نقعد معاكي انا وانت وكابتن حمدي بس، ونزلنا وشرف ليا طبعا كبير قوي ان انا انتقل يعني لنادي كبير زي نادي الاهلي، يعني يا رب ابقى يعني اضافه لي يعني كلهم، يعني مفيش ولا واحده تقريبا ما اعرفهاش، كلهم الحمد لله اعرفهم وكلهم زمايلي يعني صحابي اصلا مش زمايلي في المنتخب، حتى كابتن حمدي وكابتن ياسر ما بذلتش مجهود خالص ان انا ادخل في وسطهم يعني، او ان انا ابقى كاني واحده من الفرقه خالص، انهم تعاملوا معايا كاني واحده من قبل كده، حتى كابتن رانيا برضو لسه النهارده اول مره اشوفها واول مره اتكلم معاها، كانت الدنيا سهله جدا الحمد لله، وما بذلتش مجهود خالص يعني ان انا يعني مش حاسه ان انا جديده يعني الحمد لله. طبعا ان انت داخل على نادي كبير اصلا محقق بطولات غير ان انت داخل على نادي ما مش محقق حاجه وانت بقى اللي هتحقق، لا انت داخل على نادي على طول واخد الدوري، على طول واخد كاس، على طول واخد افريقيا بطوله عربيه، فطبعا حمل كبير قوي ان انت تبقى ماشي معاهم ما تقلش ولا حتى يعني يبقى في اي خلل في الموضوع، فطبعا حمله هيبقى مش سهل خالص، وانا عارفه ان الـ يعني الستيب اللي انا خدتها دي مش هتبقى سهله خالص، هتبقى صعبه، بس يعني ان شاء الله نبقى قدها.